مخلوقه، مو معقوله بدي اقضي عمري عم بنطرق انا لسه من سوق لسوق من سوق لسوق، ويا ريت عم تشتري شيء. عندي 100 شغله ساويه انا. سامر خير؟ وينك يا زلمه؟ شو شايفني فاتح لك مكتب استعلامات؟ ليش في حدا سال عني؟ اجت وحده منقبه سالت عنك. خوفتني يا زلمه، افتكرت المعلم سعيد والله. عاب زبوني وزبوني خليها تولي هي اكبر زبون. استودعناكم، مشي بيبي. خيلو انا مش داخل. اوف يلا عليه من راعي تاكسي اول براسي. شو اسوي الحين؟ حرامي وقعت عامل لي حالك حرمي ولابس لي شيله. لك بقى ورجيك. لك ليك شوارب كمان يفضح حريش قلبك. شرف 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 معي، شرف على الشرطه. شرف انت تفهم غلط، فاهم غلط. شرف على الشرطه. شرف انت فاهم. شرف على الشرطه. لك اطلع على الشرطه. اطلع تفهم غلط. تعال تعال هون. وين بدك وين بدك تروح؟ اسمعني حلال، بدي لم عليك المول كله هلا. انا يا عالم يا هو، يا عالم يا هو، لك تعالوا شوفوا رجال لابس حرمه. يا عالم يا هو. اسمعني اسمعني اسمعني، خليني اقول لك سالفه. الله يخليك وانت اقتنع فيها، واذا ما اقتنعت ودي بروحي لين مكتب الشرطه. لك سالفه شو؟ هذا الحكي بتحكيه بالمخفى. انت يا حرام يا نصاب، واحده من تنتين. لا الله يخليك، خلني 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 اقول لك سالفه. اسمعني الله يخليك، بس اعطني خمس دقائق بقول لك السالفه كلها من اولها لنهايتها. الله يخليك الله يخليك. خليني احكي. والسالفة مقنعة؟ مقنعة صدقني، وإذا ما اقتنعت فيها لك الانتباه. ليش لك عم تروح تتلصلص على المحلات؟ الله يخليك، أنت بس اسمعني خمس دقايق وصدقني ما أقول لك السالفة كلها، لا وبعد وبتقتنع فيها. شرف لشوف. شرف طلع. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وحدة فوحدة. فور سيزن ريستوران. ايوه اهلا وسهلا. اهلين اهلين، عسلامة. يعيشك ربي. لباس؟ ايه موجود. ايه تكرم عيونك. تنتين خضار، تنتين مارغريتا. تكرم عينك استاذ بش. لا والله يا استاذ بدك تعذرنا لانه الدليفري عندنا فيه مشكله هاليومين. ممتاز، بش تطرش حدا. ممتاز ممتاز ماشي استاذ، تكرم عينا تكرم عينا. عسلامة. الله معك. هاي هاي، وين از ابو جانتي؟ ابو جانتي نو هير. Not here. Okay, just tell him that Magnum asked about him and I will come back. Okay, حاضر. منو هذا؟ الله يصلحك ويهديك كمان انت يا سعيد على العملة. كل هالشي صاير معك وساكي؟ هي والله يا ابو جانتي، اطلع من خسارة ادخل في خسارة ثانية، احل مشكلة من هالصوب تطلع لي مشكلة من الصوب الثاني. يا اخوك هذا اللي اسمه سامر ترى بينني، ما خلى فيني عقل. كمان انت الثاني الله يصلحك، يعني تارك شغلك سايب. اي والله المال الداشر بيعلم الحرامي على السرقه، يعود فوق رزقه. يا اخي قعدت، منو قال لك ما قعدت؟ اروح اقعد في المحل الاول اجابل شغلي، تستوي مشكله في المحل الثاني.
اروح اجاب المحل الثاني ترد المشكله في المحل الاول، اروح المحل الاول تروح المشكله في المحل الثاني. يا اخوك حشا هذا سامر اخطبوط يا اخي، اذا معذبك كل هالقد فنشو وخلص منه. الشباب قاتلي حاله على شغل. المشكله الله يسلمك، انا قبل كنت مشغل اخوه، اخوه ريال امين طيب، الواحد يقدر يامن عليه. قلت بشغل اخوه يمكن يطلع مثله طيب، لكنه طلع شيطان. بس اخ يا القهر اخ، المشكله اني مو ماسك عليه حتى دليل واحد، بس لو ازخه بيديني هذيله ويبه وشايله هم شايل.